سبب الاحتقان وهو الناس ديال خيزو واللفت هنايا ديال 13 مربع 13 و 14 لان تفاجؤوا بالاثمنه ديال هذه السيمانه. كاينين فيها جوج اثمنه، كاين ثمن وكاين ثمن اخر زايد بربعه ب 20 فرانك، يعني لا يمكن. كاين ثمن واحد كيحدوا تحدوا لجنه الاثمنه، اللي في لجنه الاثمنه بعدا هذه اللي كتحدد الاثمنه هي خارجه عن المراقبه الاداريه، لان ما كتخضعش للشروط المطلوبه. من ضمنهم بعدا هو الثمن كيحدوا العرض مع الطلب، ملي كتكون العرض كيكون الثمن خافض شويه، ملي كيكون نص العرض قليله كيتزاد الثمن. هذا هو الواقع اللي كاين في السوق. هنا كاين تلاعبات بممتلكات ديال التجار وبالحقوق ديالهم. كيفاش السلعه كتجي باش تباع للمواطن بواحد الثمن اللي وزن وهي السلعه موجوده، حتى كيتفاجئوا بجوج اثمنه، فئه عندها ثمن وفي اخرى ثمن، وهذا لا يعقل. اش وقع اليوم؟ داروا الناس الاثمنه ديال الخيزو، يعني داروا 0.80 فرانك، لانه هو كيتباع بالسوق دابا 100 فرانك حتى 150 فرانك، يعني درهم ونص درهم. داروا ليه 80 فرانك، اذا به نص كيدخل ب 80 شي كيدخل بالدرهم، يعني ما فهمناش. التعشير ديال البنان بحالو بحال الخيزو، ما يمكنش. بحالو بحال البطاطا، ما يمكنش. والبنان كيتباع ب 7 دراهم، والخيزو كيتباع بدرهم. وديروا العادله في الاثمنه ولا توحيد الاثمنه، ماشي الخضره هي اللي كتدخل التعشير. اليوم حنا كنوجهوا واحد النداء للمسؤولين واللي كيهمهم الامر، لان هذه الشركه التنميه المحليه للخدمات اللي مفوض لها تدبير سوق الجمله جابت واحد المدير منتدب. حنا ملي كيكون المدير منتدب يعني خرج على السوق اصبح في المزاد العلاني، ما عمرو يتريقل الا ما كانوا رجال وعندهم تجارب ودازوا في المهنه وكذا، وهذو كيعرفوا التاجر اش كيخصو والفلاح اش كيخصو وكيقفوا على اي حاجه. هنا ما كاين لا تنظيم لا تسير. كيفاش هذا اللي جا يشد هذا السوق ويدير اللي بغاه وانا الروينه؟ كاين جوج الاثمنه في الثمن ما عمرها كانت في تاريخ سوق الجمله. سوق الجمله خاصو مسؤولين ينوضوا يشوفوا هذا السوق يديروا ليه تاويل. راه التاجر ما في خير، الفلاح ما في خير، المستخدم ما في خير، الناس راه مساكن راه غير مطمئنه. كنطلبوا الاستغاثه من العمده من مجلس المدينه من وزير الداخليه، كنطلبوا منه الاستغاثه باش يشوف من الوالي والله يجازيه بخير. وكنشكروا ثاني العامل والباشا ديال مولاي رشيد، هو اللي جا سكت، هو اللي هد العدنه، اللي جا وفعلا لقى الاوراق الكشف داخلين بدرهم والاوراق الكشف داخلين ب 80 فرانك، قال لهم هادشي ماشي معقول. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.